فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه قد ابتلي بمرض الوسوسة في الوضوء، وقد حاول أن يتجنب ذلك مرارا ولكنه لم يستطع، فما نصيحتكم له؟ والله ما استطعتم، اللي هو يستطيع يفعله، واللي ما يستطيع لا يؤاخذه الله فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على أنه يتعوذ من الوسواس، يترك الوسواس، لا يتبع الوسواس، يتركه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.